اصدقائي جاتكم فيديو جديد اليوم يا اصدقائي. نفس ما قرأت في العنوان، حزمة الهالوين مجانا ولكل اللاعبين. يابا اصدقائي راح اخليكم اياها اليوم مجانا عمد انه تحصلوها. طبعا اللي ما يعرف يا اصدقائي، لما انا سويت لكم فيديو عن حزمة الهالوين بيكيكزي كانت وقتها ناشرة عن هذا الشيء، بس ما قالت شغلة معينة، فاليوم راح اقول لكم اياها وراح اسوي لكم بديل يجنن عن الحزمة. هسا اقول لكم اول شيء عن بيكيكسي. طبعا بيكيكسي عندهم مدري بعد كم يوم، عندهم بعد يوم الطفل عند البرازيل، فقرروا بيكيكسي هي الشركة نفسها انه يسوي لهم فد هدية بسيطة للاطفال الموجودين في البرازيل. فأصدقائي وراح أسوي لهم حزمة هالوين أيضا، لأنه الهالوين قربوا في البرازيل تحتفل بالهالوين. فأصدقائي فلذلك بعد ما عد البرازيل فقط يوم الطفل راح ينزلون هاي حزمة الهالوين للبرازيل فقط، راح تنزل يا أصدقائي بطريقة كود على مود اللاعبين البرازيليين يحصوها، لذلك يعني بس البرازيليين يا أصدقائي راح تجي على شكل كود ويحصوها البرازيل فقط اللاعبين. طبعا يا اصدقائي اول شيء بيكيكسي اعطتها اليوتيوبر بعد يعني حتى قبل البرازيل، فتمام يا اصدقائي. فراح البسها وياكم اوريكم اياها واسوي لكم بديل، لانه مستحيل اني البس حزمه بدون ما يكون المتابعين عندهم الحزمه، او اذا ما يقدرون راح اسوي لهم بديل. فلذلك يا اصدقائي ما ردكم من الضوجون يا اصدقائي، راح اسوي لكم يعني بديل كلش حلو ان شاء الله تحبونه وتفرحوا فيه. فراح احاول قدر الامكان اني اسوي لكم بديل يعني تحبونه وتفرحوا فيه. طبعا خلوني اراوكم هسه البدله يا اصدقائي، لان انطونيها نفس ما قلت لكم، فخلوني البسها. اوكي هذه شوفوا البلوزه تبعها يا اصدقائي، وايضا شنو عندنا بعد جو السروال، هذا السروال يا اصدقائي بنطرون سروال اي شيء. المهم اسمع ما اجو وياها جلفز اجا خلوا اراويكم اياه وينه هذا. طبعا انا بالحزمه راح اعطيكم اكثر من بديل، فاستعدوا يا اصدقائي تمشون الفيديو، خاف يروح عليكم بديل اتعدكم وما راح تنتبهوا عليه. اوكي يا اصدقائي فلا هذا الشوز. اوكي اصدقائي شوفوا حتى لما تحصلونه راح تشوفون على علامة الهالوين، خاصة اللاعبين البرازيليين قصدي. فا اوكي اصدقاء وبعد شنو اخر شي العباية يا اصدقائي، شنو اسمو هذي؟ صراحة احنا نسميها عباية، فشوفوا يا اصدقائي. اوكي اتوقع هذا كل شي بالحسبة. صح الوجه فيها ايضا موجود، الوجه تبعها نادر. واو شوفوا يا اصدقائي هذه هي الحزمة بعد ما اجوها الشي ثاني. فخليني اراويكم يا هذه هي الحزمه كامله يا اصدقاء. طبعا ما عليكم الشعر والاكسسوار، هذا انا يعني ما تتم شخصيتي، فبس الملابس والوجه شوفوه. اوكي اصدقائي كلش حلوه صراحه. خلي اخذ مثلا هنا صوره لانه كل شيء هالوين، سويت بيت النيم دا هالوين. بس لحظه اريد ابين كل شيء، خلي نروح مثلا هنا أنا. اوكي اتوقع هنا مناسب. اوكي شوفوا هاي الحركه تبع هالوين، فبس ليش اسمي ضايع؟ المهم عادي، فخلي ننزلها يا اصدقائي وانشر لانه حزمة هالوين. وطبعا حابة اقول لكم انه لما اسوي البديل تبع هذه الحزمة للهالوين اريد اقول لكم انه تطبقون نفس اللي سويته ودزولي في الانستغرام، يعني سولي تاج على مود اني اشوف الصورة. طبعا اسم الانستغرام موجود هنا أنا. فيا اصدقائي روحوا ابحثوا عليه في الانستغرام راح تشوفوه. طبعا تابعوني اوكي يا اصدقائي تابعوني على مود اني انشر لكم الصوره، وشوفوا لما اني انشرها في الستوري الجاي. تمام يا اصدقائي فلا تنسوا هذا الشيء على مود اني انشر صور. ليتس جو يا اصدقائي اني اسوي لكم البديل على مود ان تشوفونه يا اصدقائي، ولا تنسون ان تسوون نفس اللي راح اسويه بالفيديو وتعملوا لي تاج ويا بنفس ما قلت لكم. فيلا اول شيء راح نبلش بالبلوزه. تمام يلا ليتس جو. طبعا الوجه من هسه اقول لكم استخدموا اللي يعجبكم، انا راح ابقى نفس الوجه تبعي. اوكي الشعر نفس اللي تحبونه. اوكي لان اصلا ما اجوا وياها شعر. فالمهم يلا سوي شيء البلوزه اصدقائي. فالبلوزه هي هاي الاصليه حاليا انا لابستها، لكن راح اعطيكم البديل. صراحه لما شفت البديل كلش قريب من الاصل. اوكي اصدقائي وينه؟ شوفوا هذه حاليا ركزوا عليها، وشوفوا هذه نفس الشيء اصدقائي بس هذيك ضايفينها قلب وذيك الوانها مختلفه. فيبا اصدقائي فهذه كلش مناسبة وانصحكم ان تستخدموها. اوكي هسا عدكم يا اصدقائي السروال، فاي ليتس جو خلي اراويكم السروال اللي شفته حسيت مناسب. اوكي هو هذا، هذا تبع عظم يا اصدقائي كله يعني شخصية كاملة من العظم. للاسف ما لقيت ان بنطلون شنو يسموه. اوكي اصدقائي ما لقيت بنطلون مناسب نفس هذا، يعني ممكن يكون هذا مناسب لسموه هواي، يعني ذاك راح يكون احلى ويشبه الهالوين اكثر. هذا تبع الهالوين السابق. اوكي اصدقائي فهذا اللي عنده خليه يستخدمه كلش حلو ويناسب ايضا.
عندكم هذا تبع اكزيمر، كل شم يناسب يا اصدقائي. وايضا مثلا انتو حابين يعني تلبسوا تنورات هالوين، يعني مو الا بناطيل ومشنو، هذا يناسب يا اصدقائي. وبعدك واحدة ثانية تنورة فيها يمكن، اي هذه 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 احلى، هذه احلى من عتليج. اوكي اصدقائي، لان لونها نفس الاسود اللي موجود هنا، فممكن احستخدم هذا لاني بنت فراح استخدمه. طبعا اكسسوار ما اجويها، فيكم تستخدموا اكسسوارات الهالوين مثل هذا، فيكم هذا وهذا، شنو انتو مستخدمين الهالوين، وبابكن واشياء، مو اللي يعني تستخدمون اي اكسسوارز يعني، هاي بس مجرد اني يعني اذا حابين تسوون لوك هالوين هالوين صدق. وشوفوا ايضا هذا، وصراحه انه هواي، وين الهالوين باقي؟ اتوقع انه بس هذني. ها وهذه عندكم، وهذه شوفوا هواي اكو اكسسوارات تبع هالوين تستخدموها راح يصير هالوين اكثر. فراح استخدم هذه لان قبعات ساحره كلش حلوه، السماعة مو اللي تستخدمه اصلا. فا اوكي اصدقائي، وها هسه وصلنا للجلافز، شوفوا الجلافز، اوكي هذا شكله، فهذا كلش يناسب شوفوا. وايضا عندكم تبع الكريسماس تقريبا يشبه ذاك اكثر، لان ذاك فيه لون اصفر، فهذا ايضا يناسب. بس هذا شو حبيته اكثر تبع تحديث الهالوين السابق، اذا ما كنتم موجودين بالسابق عندكم هذا تبع الكريسماس. ونشوف شنو بعد اكو، اوكي هو وين الاصل هذا، ها وتقدرون تستخدمون تبع بدلة الألوئل، شوفوا لحظة نفس الشيء، شوفوا هذا تبع الألوئل، واو نفس الشيء أصلا، يمكن راح استخدم هذا لأن حلوة وتناسب. ويب هذا الجلفز اللي راوزكم إياها يا أصدقائي، وتقدروا تستخدموا أي واحد يعجبكم، بس هاي الخيارات راح تشبه الحزمة الأصلية. أوكي أصدقائي، إذا قاعد أروكم إياهن راح استخدم هذا يا أصدقائي لأن كلش حلوة وحبيتها. وهسه يا أصدقائي آخر شيء اللي هو الشوز، بعدين آخر شيء العباية، تمام يا أصدقاء؟ فطبعا هذا الحذاء نفس ما تشوفون اللي تحت، وهذا الحذاء الاصلي. ويب اصدقائي، طبعا اني انتبهت انه هذا الحذاء تبع الهالوين هذا تبع هذه الحزمه يشبه الحذاء تبع الألوئل نفسه اصلا، بس الالوان مغيريها، فاللي عنده هذا الحذاء خليه يستخدمه. وايضا تبع هذه الألوئل ايضا الثانيه، ممكن انتم ما تكونوا مشترين الألوئل فخليني اغيرها على وحده ثانيه. عندكم يا اصدقائي هذا الشوز، هذا الشوز ايضا يشبه الهالوين ويناسب الجلافز ايضا، الحذاء ممكن ايضا يناسب لا باس فيه، فايضا الوانه حلوه وقريبه من البابكن. اما العبايه اصدقائي، ممكن تسالوا ماكو عبايه غير هذه؟ اكو عبايه ثانيه خليني اراوكم اياها، واللي هي هذه تبع السحر يا اصدقائي، وممكن ايضا البسها. طبعا ما اللي ما عنده هذه الحزمه يستخدم شنو شكو عندك من الهالوين استخدم، يعني مو الا هذني. فيبقى أصدقائي فهواي أكو أشياء هالوين استخدموا اللي يعجبكم، هذه حلوة تناسب صراحة. وأيضا هذه تبع الجمجمة أيضا حلوة، أو عندكم هذه وهذه تبع الهالوين، شنو عندكم من الهالوين استخدموا. فأنا بس قاعد أعطيكم خيارات، وأيضا اللي ما عنده ما كان موجود في الهالوين أصلا خليه يستخدم مثلا هذا الجناح لأنه لونه أحمر وقريب. وأيضا تقدروا تستخدموا هذا الجناح، هذا لا بتحديث ولا هاي، تقدرون تستخدمه بأي وقت لانه موجود يا اصدقاء، تشتروه ايضا يمكن 5000 كوين زيد شي، فتقدرون تشتروه. فهذا انا راح استخدمه لان قريب كلش من العبايه، نفس ما قلت لكم استخدموا بالخيارات لانه هي كلش مناسبه. طبعا تحديث الهالوين مليان خيارات، فتقدرون تسوون هواي يعني ستايلات تبع هالوين، فراح تكون كلش حلوه. والهالوين مليان اثاث وملابس واشياء كلها تقدرون ان تسوون مثل بيتكم تسوون فيه هالوين. وايضا يعني هواي اكو اثاث يشبه الهالوين، فاعطيتكم هواي خيارات، يمكن هذا اكثر فيديو سويت فيه خيارات. شوفوا يا اصدقائي هذا هو البديل، شوفوا يا اصدقائي شلون حلو، مو يشبه الهالوين كلش، يشبه الهالوين والبديل يا اصدقائي. وطيتكم هواي خيارات تقدرون تسوون فيها لوكات تجنن تبع هالوين، مو الا هذه الحزمه يعني تقدرون هواي تسوون يا اصدقائي. وبس كان هذا فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، حطوا لايكات وايضا اشتركوا في القناه. وبس باي باي، احبكم.